Bonjour les élèves, comment ça va? Notre leçon pour aujourd'hui est la soustraction, les fractions et le périmètre du rectangle. Sabah al-khair, kif kouni chatrin? Darsna al-yom bdikoun an al-tarah wa an al-kusur wa an al-muhit li al-mustatil. Bas abel man balish, bdi nabihkoun la daruri tghasli idan bil mayu sabun la mudi zid an 20 saniye la tahmu harkoum min virus al-corona. هلا في عنا هذا الاكزرسيس بدنا نعمله مع بعض. هذا الاكزرسيس له علاقه بالسستراكسيون بالطرح. بدنا نطرح الاعداد من بعضها ونشوف كيف تتم العمليه. نحن عندنا هون 249-117 يعني 249 ناقص 117، 253-169 يعني 253 ناقص 169. بنبلش هون 249-117. اول شيء نطرح عندنا هون يونيتي ديزان سنتين، يونيتي ديزان سنتين. بنبلش باليونيتي، نطرح 7 من 9، 9 موان 7 إيجال 2، 9 ناقص 7 بيساوي 2، 4 موان 1 إيجال 3، و2 موان 1 إيجال 1، يعني 249 موان 117 إيجال 132، 249 ناقص 117 بيساوي 132. ننتقل لهون، هون عندنا 253 موان 169 يعني 253 ناقص 169. نبلش باليونيتي. اول شيء بدنا نطرح 9 من 3، بتزبط ما بتزبط لانه 9 اكبر من 3. شو بنعمل؟ بنجي للديزاين بنستعار وحده منهم، بنشطب السنك بتصير هاي 4، بنشيل ا بنحطها هون بصير عندنا 13 يونيتي، لانه شلنا ديزاين من هون حطيناها مع التروا هون يونيتي، صار عندنا 13 يونيتي. 13 موان 9، 13 موان 9 ايجال 4، 4 موان 6، بدنا نشيل 6 ديزاين من 4 ديزاين، بتزبط ما بتزبط. طيب شو بنعمل؟ نجي للسنتين مستعار وحده منهم، نشطب الدو مستعار وحده بصير هاي ان، بنجيب اون سنتين من هون بنحطها هون بتصير هاي 14 ديزان. 14 ديزان يعني كان عندنا 4 ديزان وجبنا لهم 10 ديزان، اون سنتين صاروا 14 ديزان. 14 موان 6 ايجال 8، 14 موان 6 ايجال 8، 1 موان 1 ايجال 0، يعني بيطلع عندنا 253 موان 169 ايجال 84، 84. نجي لهون، هون عندنا 116 موان 108 يعني 116 ناقص 108. هون عندنا 249 موان 206. بلش 116 موان 108 يعني 116 ناقص 108. أول شيء بنبلش باليونيتي. بدنا نطرح 6 موان 8، بدنا نطرح 8 من 6، 8 بنطرح من 6 ما بتزبط لأنه 8 أكبر من 6. شو بنعمل؟ نجي للديزاين، بنستعار واحد، نشطب هاي الواحد بصير صفر. بنشيل الواحد من هون بنحطه، بصير عندنا 16 موان 8، 16 موان 8 ساز موان 8 ايجال 8، 16 ناقص 8 بيساوي 8، 0 موان 0 ايجال 0، و ا موان ايجال 0، يعني بيطلع سانس ساز موان 108 ايجال 8، 116 ناقص 108 بيطلع الجواب عندنا 8. طيب ننتقل لهون، هون عندنا 249 موان 206 يعني 249 ناقص 206. بدنا نطرح 9 موان 6، 9 موان 6 ايجال 3، 9 ناقص 6 بيساوي 3، 4 موان 0 ايجال 4، 2 موان 2 ايجال 0، 2 ناقص 2 بيساوي 0، يعني 249 موان 206 ايجال 43، 249 ناقص 206 بيطلع جواب 43. هلا بدنا نعمل هذا الاكزرسيس عن بريمتر للريكتانجل، يعني كيف فينا ناخذ محيط المربع المستطيل. الريكتانجل هو المستطيل، نحن قلنا انه المستطيل اللي هو الريكتانجل مؤلف من أربعة كوتي، هودي الكوتي كل ضلعين متقابلين، كل اثنين كوتي متقابلين مع بعضهم هن قد بعض، يعني هذا الكوتي قد هذا الكوتي وهذا الكوتي قد هذا الكوتي. بس بيختلف عن الكري انه الكري كل الاضلاع قد بعضهم، اما الريكتانجل المستطيل كل ضلعين متقابلين قد بعضهم، يعني هذا قد هذا وهذا قد هذا. طيب نحن عندنا اول واحد سميني A، ثاني كوتي سميناه بي، ثالث كوتي سميناه سي هذا، ورابع كوتي هذا سميناه دي. طيب الا والسي قد بعضهم، كل واحد 4 سنتيمتر، يعني هذا 4 سنتيمتر وهذا 4 سنتيمتر. اما البي والدي فقد بعضهم، هذا 2 سنتيمتر 2 سنتيمتر وهذا 2 سنتيمتر. طيب نحن لحتى نجي نعمل ناخذ البيريمتر يعني المحيط للريكتانجل للمستطيل، شو بنعمل؟ اي شيء عندنا مستطيل حتى نيجي ناخذ المحيط تاعه شو بنعمل؟ بنجمع الاربعه كوتي مع بعضهم، يعني بنجمع ا بلس بي بلس
plus C plus D égale périmètre. يعني نفترض هذا 4 سنتيمتر. منقول 4 plus 2 اللي هو B plus 4 اللي هو C مثل A plus 2 D اللي مثل B égale 4 plus 2 égale 6. 6 plus 4 égale 10. Plus 2 égale 12. يعني بيطلع البريمتر لهذا المستطيل، البريمتر لهذا المستطيل 12 سنتيمتر. يعني نحن عندنا 4 سنتيمتر هون، بلس 2 هون. 4 بلس 2 إيجال 6. بلس 4 إيجال 10. بلس 2 إيجال 12 سنتيمتر. هيك بكون أخذنا البريمتر للريكتانجل، للمستطيل. هلا بدنا نعمل هذا الاكزرسيس عن الفراكسيون، عن الكسور. نحن اخذنا هذا الاكزرسيس قبل هلا، اخذنا الكسور قبل هلا، بس هلا بدنا نعمل اكزرسيس مثل ريفيزيون للي اخذناه. نحن عندنا هيدي القطعه، هي قطعه بيتزا. قطعه بيتزا قسمناها لثلاث اقسام، هذا قسم وهذا قسم وهذا قسم، قد بعضهم، هذا القسم قد هذا القسم قد هذا القسم، كلهم قد بعضهم. طيب جينا عندنا هذا القسم لوناه باللون الاسود، وهو خليناهم باللون الابيض، هذا القسم وهذا القسم خليناهم باللون الابيض. بدنا نيجي نجمعهم مع بعض، بدنا نقول هذا القسم وهذا القسم هني 2/3. نحن قلنا انه قسمنا قطعه البيتزا لثلاث اقسام، هاي ثلاث اقسام هون. نحن لما جينا حكينا عن الكسور قلنا العدد الفوق بالكسر هو اسمه نيميراتور او بسط بالعربي، وهو بيرمز للقطع اللي عم ندل عليها. اما العدد اللي تحته هو الدينوميناتور، هو بيرمز لكل العدد اللي معنا. يعني نحن عندنا ثلاث اقسام، قسم 2 3 احني هون. نحن عم نقول هون انه هودي القسمين، هذا القسم وهذا القسم، اذا جينا جمعناهم، اذا جينا جمعناهم مع هذا القسم اللي هو 1/3، بدنا نشوف النتيجه قديش بتطلع. شو بنعمل؟ قلنا بنحط ايجال، بنحط ليني هيك. قلنا لما بنيجي بنجمع الكسور مع بعضها بضل الدينوميناتور مثل ما هو، يعني المقام بضل مثل ما هو. عندنا 2/3 بلس 1/3، بنحط التروا هون تحت، الدينوميناتور بضل مثل ما هو. بنجمع النيوميراتور، يعني بنقول 2 بلس 1 ايجال. نرجع بنحط ليني هيك، نحط الليني هيك. شو بنقول؟ الدينوميناتور بضل مثل ما هو، 2 بلس 1 ايجال 3. يعني 2/3 بلس 1/3 ايجال 3/3. يعني 2 من اصل 3، اذا جينا جمعناهم مع 1 من اصل 3 بيطلع المجموع عندنا 3 من اصل 3. هلا قبل ما اختم بدي اتمنى تكونوا فهمتوا الدرس منيح. انتظروني بحصص جديدة. أورفوار.